مشاهدينا رجعنا لكم تاني ومعايا قصة نجاح، قصة تدعو لفخر أي بنت مصرية. هي شركة إسنشلز، شركة للمكياج، مؤسسيها هم دكتورة غادة محمد وأستاذة علا شريف وأستاذة داليا شريف. النهاردة معانا دكتورة غادة وأستاذة علا، أهلا بيكم. أهلا بيكي. أستاذة داليا بقى هي أختك يا أستاذة علا. داليا معايا، احنا فاميلي بيزنس. أوكي. قررنا ان احنا نعمل حاجة مختلفة، حبينا نعمل إسنشلز. فكرة إسنشلز ان احنا نقدم منتجات سكين كير ومنتجات كوزماتكس، حاجات على قد ما نقدر تكون طبيعية وتفيد احتياجات البنت اللي هي الديلي اليومية. طيب دلوقتي انا اعرف ان دكتورة غادة صيدلانية وحضراتكم بناتها، فكرتوا في الفكرة، يعني فكرة المنتجات الطبيعية اللي نستخدمها للميك اب، جات لكم الفكرة امتى وازاي وبدأناها منين؟ تمام. هي دكتور غادة اصلا يعني صيدلة وعندها اكسبيرينس، يعني ماما ممكن يعني اكسبيرينس طبعا في مجال السكين كير والفارماسيوتيكالز عامة. وعلا الحقيقة كانت يعني هي اصلا المجال بتاعها بزنس ادمنستريشن، بس هي حلو قوي، مكملين لبعض جدا. فهي حابة الفكرة يعني انها تبقى عندها، يعني هي دايما كانت حابة الفكرة ان يبقى عندها بزنس، برايفت بزنس، بلس ان هي بقى بتحب فيري انترستنج في البرودكتس دي، ففكرنا بقى ان احنا نعمل اسينشال. خدنا بقى كل حد اخذ البوينت اللي يقدر ينفست فيها بقى، فدكتور طبعا اديتنا النو هاو، النولج بتاع البرودكتس، الناحيه اللي يعني ليها علاقه بالبشره والفايده وكده مع دكتور غادة. بالظبط. ومعاكي بقى انا كان الباشن، يعني انا كنت حابه فكره البراند نفسه اسينشلز وازاي نعمل حاجه مختلفه وان الماركت المصري فيه بوتنشال. وعايزه اقول لك الباشن باين في كل البرودكتس، يعني معموله بحب فعلا، ده حقيقي. يعني احنا حبينا يعني فعلا كل حاجه يبقى ليها فاليو ادد، يعني ان المستهلك يستخدم الحاجه يحس ان هي فعلا بتدي له قيمه، وذر هو مثلا ترطيب للجسم في المنتجات الطبيعيه او مثلا في الميك اب، ما تبقاش حاجات تضر البشره على قد ما تقدر تبقى حاجات طبيعيه. تمام. مفيده مغذيه للبشره. هقول لك على حاجه، دايما لما بنحط الميك اب بتبقى المشكله ان احنا خايفين على بشرتنا ونقعد نفكر ازاي هنعالجها بعد ما بنخلص، لكن هنا عندكم احنا بنحط العلاج مع التجميل. بالظبط. يعني حقيقي دي حاجه انا مبسوطه منها قوي، وكل البنات اللي بتستخدم اسينشلز يعني دايما بيعملوا ريفيوز عليها رهيبه، يعني في ناس معروفه كتير علقت على المنتجات بتاعتكم، يعني معانا فنانين كتير استخدمت المنتجات وهنعرض صورها دلوقتي ونعلق على حد. تمام. وكمان انا حاسه ان انتوا سواء حد معروف او مش معروف انتوا بتهتموا جدا براي الكلاينت او العملاء بتوعكم، بتعملوا ده ازاي؟ بصي، اول حاجه في حته الميك اب الديلي، احنا طبعا كبنات بنحب نحط ديلي ميك اب. فانت لو الميك اب الواحده استخدمته يوميا اكيد ليه اضرار على البشره، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان الميك اب يبقى خفيف ويبقى زي ما انت قلتي، يبقى فيه مثلا ترطيب، يبقى فيه فايده بتيجي بتعود على الكلاينت اللي بتستخدمه مع ان هو بيدي مثلا كولر. فالحاجات خفيفه مش تقيله، فمناسبه مثلا للاستخدام اليومي. مثلا احنا حاطين اوريدي ميك اب اسينشلز، الاي تنت، الليب بينت، برده الاي تنت نود، انا الاي تنت الباودر بينك، فهو ينفع في كل مناسبه. طبعا في حاجات ممكن لو انا مثلا عايزاها في الجامعه، في النادي، في خروجه، في سهره، كل حاجه، كل اوكيشن. بالظبط. وكل مناسبه. بالظبط. طيب معانا صوره، كان معانا صوره معين السيد، هي كانت دايما بتعمل لكم ريفيو، يا ريت الصوره تيجي تاني. ويعني يا ريت تقولوا لنا يعني نبذه كده عن تجربتها معاكم، وكمان انا شفت ليلى زاهر وميك اب ارتست معروفه هبه قيسي، ناس كتير قوي يعني بتحب حاجتكم وبتتكلم عليها دايما. وانا كمان بموت في حاجتكم، يعني بعشقها يعني ودايما بطلبها، فيا ريت تحكوا لنا عليهم كده. هو احنا عندنا بوكسز بنقدر نقدمها في البوثز بتاعتنا في الاماكن، وفي اسماء شريف منير كمان. تمام. ده الكريم بلاش، ده برده اللي هو بيدي ترطيب للخدود مع لون طبيعي. البوكس ده اسمه باندل بوكس، بيجمع مجموعه الكوزماتيك برودكتس اللي عندنا، مثلا وذر الكريم بلاش او الشيمر بار. الكريم بلاش اللي بتتكلم عليه هو فيه فيتامين اي، يعني هو كريم بفيتامين اي، يعني احنا بنحط بلاشر طبيعيه بس فيه لون، واللون بقى فيه مثلا 5 درجات مناسب حسب لون البشره بتاعت البنت اللي بتستخدمه. حلو قوي قوي قوي. طيب خلينا نتكلم على بعض المنتجات اللي معانا، يعني كل حاجه عندكم انا لما بقعد اقرا اللي عليها بنبهر الحقيقه، يعني في الكوكونات ميلك ده سكراب للبشره. دايما بنبقى عايزين يعني نشيل الجلد القديم ونجدد وكده، فان احنا بمنتجات مفيده، يعني هو بالكوكونات، فانا حابه تكلموني عنه. تمام. هو دلوقتي السكرابز عندنا فيها حاجه مختلفه، حاجتين، اول حاجه ان هي فيها اكسفوليشن فاكتور، نسبه الاكسفوليشن في الجسم،
في حاجات سوفت زي الكوكونات ميلك سكراب، في حاجات ميديم زي بذور العنب سكراب بذور العنب موجود معانا هنا. هو ده بذور العنب، وفي سكراب القرفه، وفي حاجات اللي هي ديب اللي هو بقى مثلا الملح او سكراب براون شوجر او سكراب الفراوله. تمام. الحقيقه ان انا منبهره باختيار المكونات، تحفه. المكونات كلها طبيعيه، يعني مثلا بذور العنب اللي بيعمل اكسفوليشن هي فعلا بذور عنب طبيعيه، الكوكونات ميلك هي كوكونات مبشور، دي برده حاجه مختلفه، فبتعمل فعلا اكسفوليشن للجلد مع انها يعني تعمل تنظيف عميق. أوكي. وبتدي الفانكشن بتاع السكراب بس بمواد طبيعيه كلها. حلو قوي. في معايا برده البادي لوشن والبادي باتر، يعني يا ريت نعرف الفرق بينهم والناس تعرف يعني امتى تجيب ده وامتى تجيب ده. طيب البادي لوشن هو والبادي باتر هي حاجات مرطبه للجسم، انما البادي باتر هو اتقل شويه لانه فيه شيا باتر وفيها زبده كاكاو وزبده الشيا، انما البادي لوشن هو فيه زيوت اكتر والجلد بيمتصه اسرع. عارفه حلاوه البادي لوشن بتاعكم انه فيه زيوت، فانا بحط زيوت من غير تزييت الزيوت، يعني بالزبط. باخد فايدتها، تبقى ابزوربشن بتاعها عالي انا بحب قوي الموضوع ده فعلا. يعني انتوا على طول حاطين الزيوت واخدين فوائدها، بس انا مش حاساها ولا متضايقه من ريحتها ولا متضايقه من تزييتها. هي ولا كانت يعني مصره انها البرودكتس فعلا تبقى يعني الباكجنج بتاعها يبقى مختلف، الفورميلا بتاعتها تبقى مختلفه، الديزاين نفسه يبقى يعني هي الديزاين برضو. أوكي. داليا بقى اور بارتنر اختي هي اللي بتعمل الديزاين تحفه برضو، فهي عارفه ما شاء الله انتوا ثلاثه يعني حضرتك يعني لازم بناتك يبقوا شاطرين زيك. طيب بالنسبه بقى لفتره الصيف دلوقتي، انا يعني الناس بتحب تستخدم الشيمر عشان تخلي لون موحد وكله برونزي حلو. تمام. ففكره بقى ان الشيمر يعني انه يبقى فيه كل المكونات المفيده دي، يعني قولي لي كده فكرتوا فيه ازاي؟ يعني اول يجمل. حاجه طبعا الصن بلوك والسودنج جل حاجه اساسيه لاي بنت في الشمس. الصن بلوك بتاعكم اهو بالظبط. انتوا عندكم السودنج جل اللي هو عشان نقول برضو للمشاهدين اللي هو بيستخدم بعد الشمس. انا لقيت الافتر سان، لقيت فيه انه في جل الصبار وفي حاجات جميله قوي، هي دي فعلا اللي احنا مش هنحتاج اكتر منها بعد بالظبط. الالوفيرا بيدي ترطيب عالي جدا. والسان بلوك بتاعكم برده كمان في حاجات كتير جدا مفيده بلس. يعني يا ريت تكلمينا عنه برده. هو الحاجات الاساسيه طبعا البنت بتحتاجها في الصيف سان بلوك، ده فيه بروتكشن 50 بلس مناسب للجسم وللبشره. بتحطه قبل ما تستخدم طبعا، ينصح استخدامه فريكوينتلي لو هي تعرضت مثلا لميه او من وقت للتاني برده تعيد استخدامه تاني. وبعد ما بتطلع لو في مثلا تعرض للشمس لفتره طويله ممكن يبقى في احمرار مثلا للجلد، فينصح مثلا ان احنا نستخدم الافتر سان. الافتر سان اوكي. طيب والشيمر بقى لو هي خارجه بالليل وعايزه بقى في بقى الشمس ما بتبقاش لونها موحد، يعني عايزين نظبط خارجه بالليل نازله الصبح في البحر عايز تعمل تان لوك، هو ينفع في اي وقت فعلا، لان هو على البحر الصبح مثلا لو حطيته على تانينج اويل او على سان بلوك هو اويلي بيس، فهيديها اللمعان بتاع السمر. وفي ثلاث درجات من البرونز بادي شاين ده على حسب برضو درجه السكن اللي هي عايزاها، وادر هي عايزاها برونز قوي او عايزاها هاني برونز على محمر شويه او عايزاها حتى جولدش لو هي فاتحه. طب اسالك سؤال بقى، الفيس شيمر هو برضو فيه فيتامين اي، هنا فيه زيوت كتير قوي زي الجوجوبا وكده، بس ايه الفرق يعني؟ خلينا نقول ده للجسم كله وده لو انا عايزه مثلا احط حاجه على وشي اوفرول استخدم البرونز بادي شاين، برضو لو كبيز ممكن ده اعمل له ميكسنج مع فاونديشن. انما الشيمر كريم ده بحطه مثلا يعني يفضل يستخدم على ارياز سبيسيفيكس لان هو تنتد اكتر، اللون اللي فيه اعلى وذر هو برونز او روز. اوكي. فاللون فيه قوي، غير مثلا البيرلاب عندنا برضو منتج تاني اللي هو البيرلاب ده هايلايتر. انتوا كمان البيرلاب برضو بيدي لون ابيض كده، لون البيرلز تحفه بيدي هايلايت. بس انا برضو عايزه اقول للناس ان معاكم كمان ميك اب، يعني عندك الليب بينت والتنت، يعني الموضوع مش كله كريمز. ودي البوكسز اللي كانت بتروح للسليبرتيز، هي عباره عن قلنا كريم بلاش والشيمر بال ده هايلايتر بال والشيمر والكريم بلاش والشيمر كريم واثنين اي تنتس او مثلا ليب اند شيك تنت والليب بينتس اللي هي الليب كولرز دي موجود منها 13 لون. الحقيقه ان انتوا حققتوا معادله ان ازاي انا احط المكياج بتاعي وبرده ابقى بفيد بشرتي، فانا فعلا بشكركم على ده جدا. وكمان عايزه اقول للناس على المفاجاه الحلوه قوي اللي انتوا مقدمينها للمشاهدين، يا ريت حد فيكم يختاروا مين هيقولها. احنا هنقدم هديه للمشاهدين انه نفس البوكسز اللي راحت للسليبرتيز نقدم تو بوكسز هدايا لاول اثنين برايدز
هيتقدموا يعني ان هم ياخدوا البعض. اول عروستين هيبعتوا لنا على السوشيال ميديا ان شاء الله. شركه اسنشنز بعت لهم البوكسز اللي هي زي كده اللي معانا على الترابيزه، وهي نفس البوكسز اللي راحت للفنانين والناس المشهوره اللي وصلتهم الهديه. مظبوط. نقول كمان اسنشنز موجوده فين بقى؟ ده مهم قوي ان نختم بيه بقى، ان الناس تجيب منين اسنشنز. تمام. احنا موجودين في كذا مكان. اولا الفيزيكال لوكيشنز بتاعتنا متواجدين في سيتي بتبقى اونلاين مثلا، في اونلاين ممكن من خلال صفحتنا او من على في اماكن انتم متواجدين فيها، وفي اماكن بالظبط احنا متواجدين فيها زي مثلا سيتي ستورز، بوينت 90 مول، حلو قوي قوي، مول ارمازا، مول اسكندريه، تحفه. ميرسي جدا 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 استاذه علا، ميرسي جدا دكتوره غيده، نورتوني وحقيقه قصه تدعو للفخر ومنتجات في منتهى الروعه. بشكركم جدا. مشاهدينا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ودلوقتي احنا قلنا لكم كل خطوات الجمال وعلينا بس استخدام الحاجات دي. ميرسي جدا، واشوفكم على خير الاسبوع القادم.